الأمن والسلام لكل من يستخدم الطريق. قف. الأشخاص المصابون بأمراض تؤدي إلى الغيبوبة أو العمى أو الصرع تمنع عنهم قيادة المركبات، لكن البعض لا يراعي ذلك. الصرع من الأمراض التي لا يجوز معها منح المصابين إجازة سوق حرصا على حياتهم وحياة الآخرين. يصف الطبيب أحياناً لبعض المرضى أدوية مهدئة أو منومة، إن مثل هذه الأدوية تجعل رد الفعل على من يتناولها بطيئاً ويمنع منعاً باتاً من القيادة. إن قيادة السيارة بعد تناول مثل هذه الأدوية خطر على الجميع. لا تفعل ذلك من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. هل تشعر بمرض؟ الحقيقة أنا مصاب بالسكر ولم أخذ الإبرة في وقتها المناسب. ماذا؟ مصاب بالسكر ولم تأخذ الإبرة؟ توقف أرجوك. لماذا؟ توقف أرجوك، ينبغي عليك أن تأخذ الإبرة في وقتها المحدد، وإلا عرضت نفسك والآخرين للخطر. توقف أرجوك، توقف. ماذا؟ توقف. حسناً حسناً، سأتوقف. مرض السكر من الأمراض الخطرة، والمصابون بمرض السكر مطالبون بأخذ الإبرة في وقتها المناسب، وإلا عرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر. أحتاج إلى حبة
الوداع. بعض الأدوية وخاصة المهدئات تؤثر على تركيز السائق وكفاءته. لا تقود سيارتك بعد تناول المهدئات، إن في ذلك خطرا على حياتك وحياة الآخرين. اليد الواحدة لا تصفق. من أصول القيادة أن تمسك المقود باليدين ولا جدوى من المغامرة. الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق. لا بد أن يكون شعارك المطلوب الأمن والسلامة، الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق. انظر إلى البعيد، الناس يعبرون، بل تعطهم حقوقهم